الأزياء تبع اليوم راح يكون لمصممات تنتين نيكي ونينا، اللي هن جايبين بعض الأزياء من تراثية مطورة من بلادهم. مصممات هن معروفين عالميا، بيعملوا بلندن وبأمريكا. جايبين مجموعة حقيقة حلوة وغريبة وغير عن اللي احنا معودين عليها بالبلد بالتصاميم. أنا أكثر شيء بدي أقول لك إيش أنا مبسوطة عليه، مبسوطة إنه الأردن صار يجيها مصممين من برا ويعملوا عروض الأزياء عنا. يعني عادة بيطلعوا على لندن، على باريس، عارفة. هلا لما تيجي مصمم عالمية للأردن فهذا إشي كتير مهم وكبير لنا كبلد. شوف الأواعي طبعاً، يعني ما في شك، الأواعي، الموسيقى، الطريقة اللي عم يعرضوا فيها الصبايا هي على طريقة الستاند العالمي، عرفتي؟ مش زي الأسلوب اللي احنا بنعمله بالعادة. الحلو فيها زي ما أنا قلت لك، الملابس اللي لابسينها، الألوان تبعهم، التصاميم غير شكل، وأكيد أكيد الكل راح يحبوا اليوم الناس العاد تبعنا.